السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا طلابي الأعزاء، مرحبا بأطباء الكرام، معكم الدكتور وضاح الحاج، استشاري وأستاذ مشارك طب الفم وأمراض وجراحة اللثة بريدونتولوجي أند أورال ميديسين. إذا اليوم نواصل المحاضرة الرابعة في الميديكيشن دنتستري والمحاضرة الثالثة في الأنتيبيوتكس، وفي هذه المحاضرة سنتحدث عن مجموعة أخرى من الأنتيبيوتكس. سنتحدث عن مجموعات مهمة جدا زي أو أدوية مهمة جدا زي التتراسايكلينز والمترونيدازول، وكمان بنتكلم عن الماكروليتس، وإن شاء الله ستبقى معنا محاضرة واحدة في الأنتيبيوتكس اللي هي المحاضرة القادمة إن شاء الله، وبعدها بندخل على الأنرجيستكس والباقي الأدوية. إذا سنتحدث اليوم على هذه المجموعات. التتراسايكلينز من المجموعات المهمة جدا جدا، تمام؟ طبعا هي عبارة عن برود سبكترام بكتيريوستاتيك انتيبيوتكس، يعني هي اصلا تعمل على تثبيط نمو البكتيريا، وهي برود سبكترام. طبعا اول واحدة من هذه المجموعة كانت هي او اول دواء من هذه المركبات كان هو الكلور تتراسايكلين، وبعدين الاوكس تتراسايكلين والتتراسايكلين. طبعا هي في معنا انواع، في معنا تقسيم اول شيء وفقا للتصنيع نفسه او المصدر نفسه، في معنا الناتشورال وهذا يتكون من ثلاث اشياء اللي هي طبيعية المصدر، وهذه اللي هي التتراسايكلين نفسه والتكلور تتراسايكلين والاوكسي تتراسايكلين اللي قد نظهر في البداية، وبعدين في معانا حاجات اللي هي كانت نص تصنيعية سيمي سينثيتيك واللي هي صنعت كمان من التتراسايكلين، واللي هي الاخوين اللي نسميهم الاخوين الصغار للتتراسايكلين وهو الدوكسيسايكلين والمينوسايكلين. طيب وفقا للشورت او الديوريشن اوف اكشن، في معانا ثلاث انواع، في معانا الشورت اكتنج، وفي معانا انترميديت اكتنج، وفي معانا لونج اكتنج. الشورت اكتنج اللي يظل تاثيره من 6 8 ساعات زي التتراسايكلين واخواته الاثنين اللي هم نفس الاسم مشتقات الكلور تتراسايكلين والاوكس تتراسايكلين، هذول قصيره المدى ويظل من 6 8 ساعات، عشان كذا تلاحظ انك تاخذهم من 3 الى 4 مرات يوميا. الانترميديت هذا اطول شويه ووصل مداه يعني اكثر الى 12 ساعه اللي هو الديميكلوسايكلين، وهذا طبعا مش منتشر كثير ومداه يصل 12 ساعه، فممكن تكتفي انك تاخذه مرتين في اليوم. اما اللونج اكتنج وهو الاخوان الصغار اللي هو المينوسايكلين واللي يوصل مداه الى اكثر من 12 ساعه الى حد احيانا 24 ساعه، وهذا طبعا ممكن تستكتفي انك تاخذ، ممكن طبعا تاخذ مرتين، لكن يمكن حتى بعضهم انك تاخذ لحد مره واحده في اليوم يكون كفايه. السبكترام زي ما قلنا والتاثير، طبعا زي ما قلنا انه البرود سبكترام انتي بايوتيك، وقلنا وطبعا هو بكتيريوستاتيك وشغال على البروتين سينثيسيس، شغال على بكتيريا كثيره، شغال على جرام بوزيتيف، شغال على جرام نيجاتيف بكتيريا والسبايروكيتس. وطبعا من الحاجات الضروريه اللي نعرفها جدا عن التتراسايكلين انه التتراسايكلين يفضل انه ياخذ على معده فاضيه يا اما ساعه قبل او ساعتين بعد، لانه غالبا طبعا يؤخذ مع فول جلاس اوف ووتر. طبعا ليش ياخذ على ساعه او ساعتين؟ لانه يعمل يتداخل او يعمل انتراكشن مع كثير من المعادن في الطعام زي البوتاسيوم زي الصوديوم والاشياء هذه كلها اللي نتكلم عليها، فيعمل كونجكشن معاه، يعمل ارتباط معاه، يقلل تاثير التتراسايكلين، ويفضل انه يعطى على طبعا قلص ماء كبير، لانه اصلا ريتيتيف للجاستريك ميوكوزا وللاوزوفيجس ميوكوزا، فيفضل انه يعطى مع قلص ماء كبير او يؤخذ على قلص ماء كبير. زي ما قلنا السبب لانه التتراسايكلين يرتبط مع الفود، وطبعا يرتبط مع زي المغنيسيوم الالمنيوم الايرون الكالسيوم، هذه الاشياء يقلل القدره على انها تمتص بشكل كثير في الجسم، اذا يؤثر على انه لا الغذاء يمتص بشكل ولا المعادن تمتص، وكمان تاثير الدواء يقل. وطبعا من التعليمات المهمه في التتراسايكلين زي ما قلنا ان احنا ما ننبطحش او ما ننقطش على مده 10 دقائق بعد ما ناخذ علاج، لانه طبعا يمكن زي ما قلنا نعمل اريتيشن للاوزوفيجر والجاستريك ميوكوزا، فخليه ينزل بشكل ما يمسكش في مكان عمل لي اريتيشن، عشان كذا مش من الصحيح انك تاخذه قبل النوم مباشره. طيب ما هي مميزات التتراسايكلين؟ طيب انا قبل ما اقول مميزات التتراسايكلين بقول انه في فتره من الفترات كان التتراسايكلين يعتبر الخيار الاول لايش؟ الخيار الاول لبريدونتال انفكشنز. كان اول ما تقول بريدونتال انفكشنز، اول ما تقول بوكيت، اول ما تقول بريدونتايتس، تتراسايكلين خيار اول من غير نقاش كان.
طيب يا دكتور، ليش هذا الكلام؟ لأنه عنده ميزات محترمة جدا وميزات قوية جدا هي اللي خليته ياخذ هذه الايش؟ هذه الخصائص الصفة أو هذه الميزة. ايش هذه يا دكتور الميزات؟ أول شيء إنه كان إنه تأثيره قوي جدا كأنتي بكتيريا ضد البكتيريا اللي هي كالبرزونتا الباثوجينس اللي تكلمنا عليها في المحاضرات السابقة، فكان تأثيره عليها قوي جدا. وكمان تأثيره كأكشن انهبيتري قوي جدا على الكولاجيناز، الكولاجيناز انزيم. دكتور ايش الكولاجيناز؟ ليش يا طلاب الاعزاء انتم مش ذاكرين ايش الكولاجيناز من محاضرات البريو السابقه؟ يعني ما تكلمناش عن الانزيم الخالص، ما تذكرش يا دكتور. طيب خلونا الان ناخذ الاسم من اسمه كولاجين، اللي هو كولاجين نعرفه للالياف اللي تتكون اللثه واغلب انسجه الجسم، والكولاجين تايب 1 بالذات. الكولاجيناز انزيم، اوكي. كلمه ايزا اللي في الاخير تعني انزيم، يعني انزيم الكولاجين. هذا انزيم اللي يعمل على تحليل الكولاجين. طيب يا دكتور ايش فائدته؟ طب خلونا نرجع لمحاضره الباثوجينيسيز اللي اخذناها في البريودونتال او برودونتولوجي اللي تقريبا نزلناها قبل 3 سنوات او سنتين مش فاكر، لكن خلونا نرجع لها. احنا قلنا انه في البدايه احنا لما وصفنا المعركه اللي موجوده في الفم او في الجسم كامل كنا نشبهها معركه حربيه، وكنا نوصفها على الاساس، وقلنا انه الاعداء هم البكتيريا اللي هاجم علينا باسلحتهم، والجيش حقي اللي هو الدبليو بي سي واللي برضه معه اسلحته. طيب الان انا البكتيريا جاي من خارج من السركس تدخل باتجاه الابيثيليوم وكونكتيف تيشيو، وكمان في نفس الوقت الدبليو بي سي هي موجوده من خارجه من داخل الباد فيزلز ورايحه باتجاه خارجه من اتجاه الباد فيزلز ورايحه باتجاه التيشيو عشان تطلع تواجه البكتيريا. الان انا لو انا عندي حرب بيني وبين حد ثاني، الحرب هذه اللي موجوده بيني وبين مثلا مدينه ثانيه او دوله اخرى جالسه تهاجمنا، فانا طبيعي ان انا في بتحصل الشباكات عنيفه وبعدين بنوصل الى منطقه الكمون او الخمول، يعني انه بعدين كل واحد يظل في مناطقه في قواعده، وتكون بس في دوريات فقط مراقبه وحاجات زي كده، ولازم يكون بيني وبينهم ايش؟ متارس او حواجز. المتارس او الحواجز هذه، او انا لو عندي وقت الاشتباك المباشر في بيني وبينهم اشتبك معاهم، في بيني وبينهم بيوت او اسوار، فغالبا الجهتين بيدكوا الاسوار هذه وبيدكوا المتارس عشان يوصلوا لفين؟ يواجهوا الشخص الاخر. وهذا هو اللي يحصل بالضبط في الجسم. الان البكتيريا لما تطلع لما تدخل لداخل والدبليو بي سي لما يطلع يحصلوا قدومهم في حواجز كبيره اللي هي الكولاجين اللي موجود في اللثه. وعلشان البكتيريا تشق طريقها للداخل وبنفس الوقت الدبليو بي سي يشق طريقه للخارج يواجه البكتيريا فيلاقوا الكولاجين، فيقوموا يطلعوا انزيم الكولاجيناز هذا اللي يقوم يفك طريق ويعمل كولاجين ديستراكشن او سوليوشن للكولاجين بحيث انه افك طريق امامي واواجه اللي امامي. طبعا هذا البكتيريا هي تدمر، لكن الدبليو بي سي من باب النيران الصديقه اللي هي اصلا يقول لك ندمر ثم نعمر، ان شاء الله برجع ابنيها، لكن خلينا الان نواجه من؟ نواجه اللي قدامنا وبعدين بنشوف كيف. وهذا الدستراكشن الحاصل هو اللي يحصل في البنال ديزيز على شكل يا اما بوكيت يا اما ريسجن. اوكي؟ ف البوكيت او ريسجن والحاجات اللي زي كده اللي بعدين تحصل بعدين في على شكل دستراكشن. من اهم ميزات التراسايكلين انه عنده قدره انهيبيشن لهذا الكولاجيناز، وهذا شيء مهم جدا فعلا طبعا، بالذات لما تكون المعركه قد انتهت، فيوقف الدستراكشن اللي حاصل. كمان تركيزه في السلكس عالي جدا من البلب، يقال انه تقريبا تركيزه في السلكس يوصل 10 اضعاف تركيزه في البلب، عشان كذا وهذه المنطقه اللي اشتيها انا. انا الان لو معي 20 دبابه انا حرب بين صنعاء وبين منطقه اخرى، علم الناس حرب دمار على قناه دمار، المهم بين منطقه اخرى مثلا، تمام؟ فحرب بيننا وبينهم، الحرب على الجبهه الجنوبيه لصنعاء مثلا، والدبابه معي 30 دبابه موجوده في منطقه الحصبه في شمال صنعاء. طيب هذه الدبابة بتفيدنا؟ ايش فائدتها؟ حتى لو معي 30 دبابة ما تفيدناش، لأن في مكان بعيد. لكن لما تجيب من ال 30 دبابة حتى 5 دبابات وحطيتهم في خط المواجهة مع المهاجمين من خارج صنعاء، فهنا بتكون لها فائدة قوية. فهذه ميزة من أهم ميزات التتراسايكلين، إنه زي ما قلنا تركيزه في المنطقة اللي أنا أشتيها، منطقة السلكس والبوكيت، عالي جدا، وهذا اللي أشتيه. في بقى أنتيبيوتكس تركز أكثر في البلمونري، في حاجات تتركز أكثر في العظام، حاجات تتركز أكثر في مناطق الجي أو تي اليورين تراكت والحاجات هذه، فهذا طبعا من الميزات القويه جدا، وطبعا ينقص نسبه البون لوس، وهذا من اهم الاشياء، لانه من اهم اعراض البرنتايتس هي البون لوس. طيب دكتور انت من اول جالس تقول كان 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 التساكلين كان التساكلين كان، ليش يا دكتور ما تتكلمش انه لا زال موجود؟ هو لا زال موجود فعلا، لكن
بقت اهميته اقل بكثير. ليش؟ لانه عنده سايد افكتس قويه جدا. السايد افكتس هذه اللي موجوده واللي خلت استخدام التراسيكلين مع ظهور بدائل اخرى اقل بكثير مما كان زمان. طبعا في معك جنرال سايد افكتس ومعك اورال. الجنرال درماتولوجيكال حاجات جلديه، سكان رياكشنز، فوتو سنسيفيتي، حتى ما يتحملش الضوء او الشمس الشديده فيعمل حساسيه في الجلد. الجي اي تي، نوزيا، فوميتنج، دياريا، اوزوفيجال الالتريشن، زي ما قلنا يمكن عمل تقرحات في الاوزوفيجاس اذا كان مثلا اخذ على ما اخذش على ما كثير او واحد نام في وقت بعدها مباشره. سي ان اس ديزنس، دوخه، وفي فيجوال ديستربنس يمكن يعمل، يمكن يعمل مشاكل الرجيك رياكشن كمان في الايمن سيستم، يمكن يعمل لي مشاكل برضه هيباتوتوكسيسيتي في بعض الحالات لو مع جرعه كبيره مع الاستخدام، وبعض برضه التراسايكلين يمكن يعمل لي رينال فيلير. هذا كجنرال. الاورال من اكثر المشاكل اللي ممكن تحصل اذا اخذ التراسايكلين بالذات في صيد صغيره او في حوامل او في رضع غير تشوهات اللي ممكن تحصل، يعمل لي كمان يولوش براون ديسكريشن اوف ذا تيث، وكلنا عارف تصبغات التراسايكلين. وكمان ممكن يعمل لي بلاك هيريتانج، ظهر اللسان بشكل مشعر اسود. وكمان زي ما قلنا انه برود سبيكترام من اكثر علاجات الادويه اللي ممكن تعمل لي سوبر انفكشن على شكل كانديازيس. طيب برضه من المشاكل الكبيره اللي انه التتراسايكلين من الادويه اللي تعمل تداخلات كثيره مع ادويه اخرى. فمبدئيا الانتيسيتس اللي هي مضادات الحمض اللي تحتوي على الالمنيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحاجات اللي قمنا عليها قبل شويه، هذه تلتصق بالتتراسايكلين، ترتبط فيه وتمنع امتصاص التتراسايكلين. وعشان كذا يقول لك تقريبا، اعتقد انه في معلومه قريتها انه ما تعطيش لازم يكون فرق بين التتراسايكلين والانتيسيتس اقل شيء من 3 لـ4 ساعات عشان ما يحصلش تداخل خالص. الانتيكوغلانت ثيرابي برضه من الاشياء اللي عندهم ياخذوا انتي كوغلانت ثيرابي برضه يحصل انه سينرجيز ما بين الاثنين. فغالبا يقول لك لو انت بتعطي انتي تتراسايكلين مع الانتيكوغلانت فقلل الجرعه شويه الانتيكوغلانت، لانه عشان انه بيقوي التتراسايكلين بيقوي الانتيكوغلانت. طبعا هو كبكتيريا ستاتيك ما ينفعش يشتغل مع البكتيريسايد البنسلين، لانه كل واحد يحصل بينهم تداخل، وهذه بتكلم عليها ان شاء الله بعدين. عموما بس هي الفكره انه التتراسايكلين البكتيريسايدرز هي تعتمد على في قتال البكتيريا على وقت الملتيبليكيشن والتكاثر، وهذا يوقفه التتراسايكلين. فعلشان كذا اول ما يجي يحاول البكتيريسايدرز زي البنسلين يشتغل يكون التتراسايكلين موقف اصلا التكاثر فما يشتغلش خالص. فلا نفضل احنا نعملها ورا بعض، مثلا بكتيريسايدر ثم ستاتيك، لكن مش مع بعض طبعا. وطبعا الاورال كونتراسيبتيفز هذه برضه نفس الكلام اللي ممكن توقف تاثير الكونتراسيبتيفز، وهذه من الاشياء اللي بعدين كثير من النساء يتهموا فيها العلاج، يقول لك انا حملت رغم انك انت تاخذ انت كونتراسيبتيفز وما اخذش باله انه باله ما اخذش بالها انه مثلا دوازي التسايكلين لو اخذ في نفس الوقت فيوقف تاثير الكونتراسيبتيفز ويخلي الحمل يحصل رغم انه اصلا كانت واخذه كونتراسيبتيفز. طيب برضو ايش كمان؟ برضو في عندنا كونتراديكيشنز بريكوشنز، يعني البريجنانسي، اللكتيشن، الاطفال تحت 8 سنوات، مشاكل الكلى والكبد برضو مشاكل كبيره جدا مع الدوكسيسايكلين، الاولد ايج نتيجه الكلام اللي قلناه انه ممكن عندكم تكون امراض كثيره جدا ومشاكل في الكلى والكلى والكبد. وعشان كذا لو ركزتم على الكلام هذا كله براك انه ليش اصبح زي ما قلنا عنده نسخه قويه، عنده انتراكشنز كثيره، عنده كنترول انديكيشنز كثيره، عشان كذا اصبح استخدامه اقل ما يمكن. طبعا من المشاكل اللي ممكن برضو يعملها التتراسايكلين، لو اخذت التتراسايكلين منتهي خلاص تاريخ انتهاء عدى، فممكن يعمل لي حاجه نسميها فانكوني سايندروم، واللي هي تعمل مشاكل في الرينال ممكن تؤدي الى فيلير. الطعام والملك زي ما قلنا ممكن ينقص الامتصاص لحد 50%. وزي ما قلنا قبل شويه انه لما ناخذ انتسيتس، تكلمت عن الموضوع قبل شويه، لو بناخذ انتسيتس فيا اما يكون ساعه لساعتين قبل او حد 4 ساعات بعد استخدام الانتسيتس او الفيتامينز عشان ما يحصلش تداخل بينه وبين الطعام. طيب اذا الانديكيشنز والفورم والدوزيج والفريكوينسي والادمستريشن، زي ما تعودنا التتراسايكلين لما ناخذه في البرتونت الانفكشنز يكون 250 ملي جرام كبسوله في الفم 4 ساعات في اليوم لمده 7 ايام. احيانا ممكن نستخدمه كروت كونديشننج نفس اللي نعمله في الاندو عشان نشيل ما هو الان حاصل البوكيت لما انفصل، او الروت او الريسجن لما حصل ريسجن انفصل عن الروت، المنطقه اللي كانت فيها الشربيز فيبرز اللي تكلمنا عليها في البريو واللي هي بريدونتال فيبرز الداخله في الروت وفي البوم الجهه الثانيه، هذه تحصل لها تروح وفراغاتها تكون مليانه بدبريس وسمين لاير. فممكن نستخدم التتراسايكلين كروت كونديشننج، نحطه مثلا الكبسوله اللي هي 250 ملغ نحطها في 5 ملي من السراين او ديستل ووتر، نخلطها
ونحطها في قطنه ونحطها على الروت اللي احنا عاملين ان شاء الله بنغطيه بعدين بفلاب قبل الفلاب مباشره او بمونوغرافت. في معانا شكل اخر التريسايكلين اللي هو تتراسايكلين فايبرز، وهذا عباره عن فايبرز مشبع بالتريسايكلين، نحطها داخل البوكيت عشان تعمل سستند ريليز وتقتل البكتيريا. طبعا يجي هو على شكل كبسولات 250 او 500 ملغ، او على شكل تابلت بنفس القرعه تقريبا، او على شكل سسبنشن اللي هو 125 وهذا الاطفال قرنا السسبنشن اللي هو ما يذوبش لكل 5 ملي. وطبعا موجود باسماء كثيره جدا، لكن ممكن تلاقي باسم تريسايكلين عام او ترا كابس او ترا دار، اسماء نحن قد نحاول نلاقي بعض الاسماء اللي ممكن تكون معروفه لكم او تشوفوها في الصيدليات او في الاسواق اللي هي في كل في دولات كل شخص. يعني يمكن تختلف من شخص لشخص، لكن عادة الأصناف الأمهات الأصناف تكون موجودة في أغلب الدول. الدوكسيسايكلين هذا عبارة عن علاج زي ما قلنا، يستخدم برضه في علاج البرودونتايتس من 100 إلى 200 ملغ في اليوم. طبعا نأخذه إما قرعة أو قرعتين، زي ما قلنا ممكن نأخذ مثلا 100 ملغ مرة واحدة في اليوم أو 200 مرتين في اليوم طبعا أورالي. وفي حاجة نسميها الهوس موديوليشن تريتمنت. إيش معناته هوس موديوليشن تريتمنت؟ اللي متابعين محاضراتي في البريو بيشوف ان في محاضره الباثوجينيسيز والايتيولوجي جايب صوره لمدينه مدمره وعامل سؤال عليها، وكلهم من المسؤول عن تدمير هذه المدينه؟ تقريبا المدينه هي كانت حلب. فطبعا بعيدا عن ذكر الاسماء، لكن احنا لما نجي نتكلم بشكل عام فبنقول ان المسؤول الاول عن تدمير هذه المدينه هو العدو اللي كان يقصفها بالصواريخ او بالمدافع او ايا كان، هو اللي وصلها للدمار. بس نيجي نسال سؤال ثاني هنا، هل العدو هو المسؤول الوحيد عن تدمير هذه المدينة؟ طبعا في الإجابة الصحيحة المنطقية اللي تقول لا، حتى أبناء المدينة نفسهم، حتى المدافعين عن المدينة نفسهم، وهم في إطار دفاعهم عن المدينة بيضرب قذيفة هنا، بيضرب صاروخ هنا، فبيدمر معاها أجزاء من الحي هذا أو أجزاء من المدينة هذه. وهو مش غرضه أنه يدمر، لكن غرضه أنه يحاول يدافع، لكن لازم هنا زي ما قلنا بتخرج بعض النيران أو بعض القذائف اللي ممكن تعمل لي مشاكل. طيب يا دكتور، وهذا يا دكتور ايش علاقته بكلامنا؟ ايش دخلت انا بقصه غريبه كذا؟ هذا عشان نوصل او نعكسها على نفس حكايه من؟ على نفس حكايه البريدونتال انفكشنز. البريدونتال انفكشن ديستراكشن اللي يحصل في البريدونتال انفكشن مش فقط بسبب البكتيريا اندر توكسنز، البكتيريا اندر توكسنز تلعب دور، لكن البادي هوست ديفنس ميكانيزم نفسها اللي هي الدبليو بي سي تيجي تفرز مواد الغرض منها انها يا اما انها تقتل البكتيريا او كمان تستدعي خلايا اخرى زي المواد اللي تستدعيها السيتوكاينز اللي تستدعيها مثلا النيتروفيز عشان تجيب الليمفوسايتس اللي اقوى منها. هذه المواد وهي اصلا غرضها انها ما تقتل البكتيريا او تستدعي، هي برضه تعمل ديستراكشن للسوفت تيشيو والهارد تيشيو اللي موجود فتعمل لي مشكله. واحيانا هذه الميكانيزم تتطور وتاخذ وقت، يعني يكون قد الانفكشن انتهت ولا زال الهوست اميون ميكانيزم مستمره. عشان كذا نشتي نعمل حاجه نسميها الهوست موديوليشن. كيف هذه بالضبط؟ هذه طبعا من اشهر الاشياء اللي موجوده، طبعا ان احنا نعطيهم دوكسيسايكلين بس بجرعه خفيفه. هذا الدوكسيسايكلين زي الاسبرين، احنا لما نعطيه بسرعه من جرعه 70 ل 100 فهنا يكون انتي كوجولانت او انتي بليتلس عفوا الدقيقه. لما نعطيه من 300 ملغ الى تقريبا الى 1000 يوصل ل 1000 تقريبا، هذا يكون هنا انالجيسك. ولما يعطى بجرعه عاليه جدا 6000 5000 6000 فهنا يكون كواجولانت، بالعكس هنا يبدا يقلط الدم، وهذا طبعا قلت جرعه مميته تسبب مصائب. فهنا لا، هنا برضه ابو 100 ملغ لو اعطيناه 100 او 200 ملغ هنا بيكون كانتي بيوتيك، لكن لما يعطيك 20 ملغ طبعا هنا هو في الاتريدوكس كان العلاج الشهير اللي كان يعطاك كحبوب، طبعا مش موجود عندنا هو 20 ملغ، لا لقيته هنا في مصر ولا في اليمن. فنحن نضطر الحبه ابو 100 هذه اللي هي دوكسيدين مثلا نقسمها ارباع ونعطي مثلا ربع حبه الصباح والمساء، هي تعتبر يوميا من 3 الى 9 اشهر. وقد في الان طبعا ليش؟ عشان انت عشان توقف الميكانيزم هذا تحتاج لك وقت. وقد في الان برضو هذه دراسات تقول انه ممكن توصل حتى لحد سنه ونص، غرضها هذا ان نوقف الميكانيزم الضاره للجسم واللي كان غرضها زي ما قلنا انها تحمي لكن هنا تدمر. هذه من الاشياء اللي نستخدمها برضو في علاج البرودونتايتس. وطبعا ممكن نستخدم كمان نحصله كمان على شكل اويمنت ممكن نحطه داخل، او جل ممكن نحطه داخل البرودونتال بوكيت. طيب النوتس، طبعا في بعض اسمه التوكسيسايكلين هنا نعطيه على الميلز، طبعا هو يفضل لانه زيه زي اخوه يعمل جي اي تي ابسيت، لكن لانه ما فيش عندنا مشكله في حكايه انه يمكن يرتبط بعض المعادن او بعض الحاجات اللي اتكلمنا عليها في التريسايكلين، فيفضل انه ياخذ مع الطعام. طبعا بنفس الكلام ياخذ مع الووتر عشان نقلل الابسيت بشكل كبير.
ونجلس 30 دقيقة عشان برضه نقلل الريتيشن على أكثر كمان من التراسيكلين، وجرعته على الأنتيبيوتيك من 5 إلى 7 أيام. الأشكال اللي موجودة، موجودة 10 كبسولات من 50 إلى 100 ملي جرام. طبعا هذه الكبسولة ما تنفعناش أنا لأنه ما أقدرش أقسمها إذا كانت شي أقسمها، لكن زي ما قلنا لو كان موجود الحبوب اللي هي جاهزة كانت أسهل، اللي هو اليونيدوكس والدوكسيدار عفوا، أما الأتيدوكس عفوا عفوا الأتيدوكس والأونتمنت. كإنجكشن 100 ملي جرام نحصله، السسبنشن من 25 ملي جرام لكل 5 ملي، التابلس نحصل الهيليكات اللي هي 100 ملي جرام، والمونو هيدريت اللي هو 50 75 100 ملي جرام، والديليد ريليز اللي هي نحصلها 75 ل 100 ملي جرام، تلعب في منطقة 50 و 100. كومنتو تريد نيمز الدوكسيدار اليونيدوكس الدوكسيدينك، وهو الاشهر عندنا في اليمن هنا شركة ألمانية، في الدوكسات القبرصي بوبراميسين واتريدوكس اللي قلنا جاي على شكل اوينتمنت ويستخدم داخل البوكيت. النترو ايميدازول، وهذا العلاج الشهير ميتروندازول، واللي في ناس كثير يفتكروه للاوليات وللاميبيا والجيارديا والحاجات كده ومش عارفين انه انتي بيوتيك. لا، احيانا ما نكتب الميتروندازول او الفلازول او الفلاجيل زي ما يسموه، فيقول لك ليش هذا، ليش هذا، هذا للديدان، هذا للاميبا، هذا الجيارديا، هذا الاشياء كده. لا، هو انتي بيوتيك، وهو يعتبر من مشبعات النترو ايميدازول، وطبعا هذا من اهم الاشياء اللي يستخدم في علاج الاوبليجيت اللي هي الانيروبيك بكتيريا اللي هي بشكل كبير بشكل خاص، وكمان زي ما قلنا البروتوزوا الانفكشنز. طبعا هذا يشتغل على النيوكليك اسيد انهبيشن، و زي ما قلنا بشكل رئيسي يؤثر على الانيروبيك بكتيريا اللي هي الانيروبيك بشكل كبير بشكل خاص، خاصه السبيروكيتس البرفورمانس جينجيفاليس والبروفيتيلا انترميديا، وهذا زي ما قلنا البكتيريا اصلا اللي هي اصلا اكثر بكتيريا تسبب الانفكشنز، لكن طبعا تاثيره مش مؤثر على الاي اي البكتيريا هذه القويه جدا اللي تسبب المور انسيز باترن برونتايتس، فما هوش له تاثير كثير، عشان كذا غالبا ما يغطيش كل البكتيريا، فغالبا ما نكتب الميتودازول مع مجموعات اخرى عشان نغطي السبكترم اوف بكتيريا بشكل كبير جدا. طبعا يمتص بشكل كويس جدا من الجي اي تي، ويمكن يميز بمستويات عاليه خلال ساعه واحده من الانجكشن، يعني في السلايفا كمان موجود، فهذا من الميزات الكويسه. طبعا تركيزه عالي جدا في الجنجفال تيشيو في السلايفا كروفيكال فلويد، هذا برضه من الميزات القويه جدا واللي تخليه من الخيارات المميزه جدا عندنا في حكايه البريدونت انفكشنز. indications forms dosage وتترا وفريكوينسي وروت اوف ادمنستريشن، كالعاده احنا قلنا انه فعال جدا ميتروندازول في العدوى او الانفكشنز اللاهوائيه يعني البكتيريا، وفي الميكست انفكشنز كمان طبعا زي الاشياء اللي موجوده عندنا الان، النقل اللي هي نكروتايزنج ارستيف جينجيفايتس البريكورونايتس السيرتيبريكال انفكشنز، لو ركزتوا من هذه العدوى اللي ممكن نلاقيها، طبعا النقل مش منتشر لكن زي البريكورونايتس البلاكل انفكشنز هذه اشياء موجوده بشده، فيكون من الخيارات المميزه جدا انك تختار ميتروندازول. طبعا بعض حالات الاوستيومالايتس برضو التهابات العظم عظام الفك والبوكتس كمان، قد يكون برضو في البروجريسيف اللي كان يسمى بروجريسيف اللي هو الان يساوي كمان المور انسز باترن، فهو ممكن يستخدم، وكمان موجود على شكل سب جنجيفال جل برضو مستخدم ويساعد كثير في علاج البرودونتال بوكتس. طبعا الجرعه اللي هي التيبيكال للميتروندازول هي 250 ملي جرام 4 مرات في اليوم، او 500 ملي جرام 3 مرات في اليوم، وعاده يكتب من 7 الى 14 يوم، يمكن يوصل 14 يوم. موجود على شكل تابلتس 250 و500 او سسبنشن 200 الى 125، ممكن يجي على شكل سيرب من 125 ملي جرام، ممكن يجي كمان على شكل سبستوريز اللي هي على شكل 500 ملي جرام. لما نستخدم العلاج النق او الانق، يعني دائما نستخدم المصطلحين بشكل متناوب، لانه احاول برضو اخلي، لانه احيانا تجي تاخذ تحصل كلمه نق وتحصل انق تجي يقول لك لا النق هذا غلط، لا انا اعرف انق، والثاني يقول العكس، فحاول اخلي مصطلحين موجودين عشان تعرف انه شيء في قديم وفي شيء جديد. 2017 غير كثير من المصطلحات. طبعا 250 الى 500 ملغ كل 8 ساعات ل 5 الى 7 ايام، وفي البريودونتايتس برضه ممكن نستخدم 250 الى 500 ملغ نفس الجرعه تقريبا بس لفتره اطول من 7 ل 14 يوم. وطبعا موجود على شكل اسماء تجاريه، فلاجيل، فلازول، اليزول، متروزول، اسماء كثيره موجوده في السوق. زي ما قلنا الكلام اللي قلناه قبل شويه، بسبب انه تعقيد البكتيريا في الدنتال بلاك وانه ما هيش نوع واحد، وانه معي 10 يعني الاف الانواع، قدها الان تكلم عن 1000 نوع اكثر
من البكتيريا، فما ينفعش ان انا استخدم على اعتمد على اي نوع ايا كان، وبالذات الميتروندازول كمونوثيرابي كعلاج واحد لا، احنا غالبا نعمل كومبينيشن ممكن باكثر من شكل، ممكن يكون 250 ميتروندازول مع 250 اموكسيسيلين كل 8 ساعات 8 ايام من 7 ل 8 ايام، ممكن اعمله مع الاوجمنتين برضه بنفس الطريقه 75 برضه نفس الفتره بنفس الطريقة، ممكن استخدمه مع السيبروفلوكساسين 500 ملغ برضه 12 كل 12 ساعة هنا لثمان ايام، ممكن استخدمه مع سباراميسين اللي هو 750 الف انترناشونال يونت مرتين حبتين يوميا كل 12 ساعة لخمس ايام، اذا كومبينيشنز عشان اقدر اغطي، لانه زي ما قلنا هو ضد هو شغال على الانيروبيك الاوبليكيت اللي هي بالذات فقط انيروبيك، لكن ما يشتغلش على حاجة ثانية منها الاي اي، عشان كذا لازم نعملها كومبينيشنز. زي كل الأدوية لازم نتبع تعليمات الطبيب، ومبدئيا لازم نقول ان احنا نستخدمه لفترة محددة، هو انه يطول شوية يمكن 17 يوم فيمكن ما يكملش، ما نوقفوش خالص بعد ما واحد يرتاح، لانه زي ما قلنا هذا ممكن تعمل لي ريسيستنس وتخلي المريض ما يستجيبش بشكل قوي جدا، فلازم نمشي بعد تعليمات الطبيب، بالذات انه من الاشياء اللي تاخذ فترة، فاحيانا المريض يوصل لاسبوع ولا خمس ايام ويبطل يوقف العلاج. برضه الميتروندازول من الاشياء اللي ممكن تعمل دراج انتراكشنز بالذات مع ادويه زي الانتسيتس، وكمان الفينوتوين اللي هو نعرفه كانتي ابليبتيك، والورفارين كانتي كوجلانت يشابه في هذه النقاط نوعا ما، والكحول كمان يشابه هذه النقاط اللي هو التتراسايكلين، لما ياخذ مع الكحول ممكن يعمل فلاشينج، يعمل بالبيتيشن، يعمل تريمرز، ويعمل حاجات زي كذا، يستخدم بحذر او ما يستخدمش مع هذه الاشياء. عنده سايد افكتس الجي اي تي اللي هي موجوده تقريبا عند اغلب الانتي بيوتكس، نوزيا، فوميتنج، جاستريك بروبلمز، يعمل طعم معدني في الفم، ممكن يعمل خلي اللون البول لونه داكن، ممكن يعمل لي مشاكل نيوروباثي. طبعا انا بتكلم عن سايد افكت، فهي مش ضروري تحصل لاي واحد، يعني في ناس يفتكروا انه السايد افكت ده لما يحصل فبيصيب لاي واحد، لا الكلام هذا في سايد افكت تصنف انها نادره لحد من فوق ال 100 من كل 10000 شخص، وفي نادره جدا فوق تقريبا 100000، وفي كومون اللي هي من لحد ال 100، المهم وفي حاجات تحصل باستمرار زي الجي اي ديزورز هذه تحصل مع اغلب الانتيبيوتكس، لكن برضه ما هيش يعني زي البريفرال نيوروباثي هذه ممكن تحصل نادره جدا، البنكرياتاتيس والهيماتايتس نادره جدا، حاجات زي كذا. ففي اشياء زي ما قلنا يعني حتى في ناس عندهم مشكله اول ما يمسك الدواء يفتح على طول النشره اللي داخل النشره هذه اللي داخل الدواء وعلى طول يقرا، وبعدين عاد يعيش الدور، يعني يقول لك اوه والله في عندك حصل لي انه في حكي على طول يبدا يحك حتى لو ما فيش، لهذه الاشياء ممكن هي دي. وحتى بعض الشركات بدأت الشركات المحترمه العالميه تكتب كل حاجه تخوفك، ليش؟ لانها تحمي نفسها بالطريقه هذه، لما تيجي تشوف انها بعدين لو حصل لك اي سايد افكت يقول لك ما انا كاتب، ما انا كاتب انه ممكن يطلع لك الشغله هذه، رغم انه ممكن بعض هذه الاشياء تظهر مثلا بايش؟ مثلا ب 10000 حاله او 100000 حاله مره. فهذه الاشياء زي ما قلنا هي موجوده لكن بنسبه متفاوته. الجي اي تي مثلا تيست وهذه الاشياء تكون اكثر، لكن الاشياء اللي تحت زي برضه النيوروبينيا والاشياء هذه تكون اقل بكثير. اذا الماكروليتس المجموعه الثالثه ما اتكلم عليها اليوم، وطبعا المجموعه هذه انا من المجموعات اللي احبها جدا واعشقها جدا، من المجموعات اللي هي طبعا فيها اصناف كويسه ومفيده لنا. طبعا الماكروليتس ايش الاصناف اللي موجوده فيها الان؟ طبعا بتكلم عليها بعد شويه. طبعا هو مبدئيا هو بروتين سينثيز انهبيترز زي التريسايكلين، ويستخدم عشان يعالج الانفكشنز اللي هي جرام بوزيتيف وجرام جرام نيجاتيف، عشان كده هو برود سبيكترم. زي ما قلنا وايدر ذان البنسلين، اعظم من البنسلين، وعشان كذا يعتبر بديل كويس للبنسلين في بدايه في حالات الالرجي من البدائل الموجوده. شغال على البيتا هيمولايتك ستريبتوكوكاي، على النيموكوكاي، ستافيلوكوكاي، انتروكوكاي، وكمان هذه كلها يعني حساسه للماكروليتس، عشان كذا تحصلها في الجي اي تي اوردرز، وكمان في التشيست او البلمونري انفكشنز برضه ممكن يكون لها تاثير كويس. طيب احنا ايش الانواع اللي موجوده لهذه طبعا احنا لو رجعنا هنا عشان نحفظها، انا بعطيكم طريقه تحفظوها فيه، احنا حروف كلمات ماكروليتس نسيب الام هذه اللي هي مبدئيا اللي هي طبعا احنا بناخذ اول ثلاث حروف واخر ثلاث حروف، اوكي؟ اول ثلاث حروف نسيب عفوا الام ونحسب بعدين الثلاث حروف الاولى، ونتكلم عن الحرفين الاخيرين يعني الاي والسي والار وهنا الاي والاس.
الآ أزيثروميسين، السي كلاريثروميسين، الآر روكسيثروميسين، الإس سبايراميسين، والإي إريثروميسين. يعني الآن أنا حافظها كذا من الطريقة، دائما حتى لو المتابعين من محاضرات البريو والإمبلانت وغيرها يشوف إن أنا أحاول أعمل قواعد تدخل في الرأس عشان ما تنتسيش. إذا زي ما قلنا، أول ثلاثة حروف غير الإم اللي هو الإم الكابيتال الأساسي هذا، وثاني حرفين أزيثروميسين، كلاريثروميسين، روكسيثروميسين، سبايراميسين، وكمان إريثروميسين. إذا هذه أصناف اللي هي موجودة فين في الماكروليتس. طبعا أزيثروميسين هو الأكثر انتشارا وأكثر شعبية واللي كان موجود من البداية. طبعا يجي بشكل لما يكون ثري فبيكون بشكل مش ستيبل في الجاستريك اي بي اتش، عشان كذا يعطى على شكل سولت فورم، يعطى ستيريت وستوليت. طبعا الان تقريبا في الدول امريكا واوروبا وغيرها الاستليت هذا خلاص ما عادش يستخدم، لانه عامل تقريبا مشاكل تقريبا في الكلى. لكن الشغل اللي عاد مصرح له هو الاثرومايسين ستريت، طبعا عادة يجي مع او غالبا انتريكوتيك كوتينج. وزي ما قلنا طبعا هو مشكلته الاساسيه زي اغلب الانتيبيوتكس اللي هو الجي اي تي ابسيت. الكلاثرومايسين والازيثرومايسين مشتقات من الأزيثروميسين. طبعا ميزتها انها اعطته برودر سبكترم، عاده اعرض او اكبر سبكترم من الأزيثروميسين، باي افايلبل متوفر بشكل طبيعي بشكل اسهل، كجي اي تي اقل من الأزيثروميسين، وعشان كده بقت استخدامها افضل. بقى الناس رايحين على الأزيثروميسين والأزيثروميسين بشكل كبير. الماكروليتس طبعا بكتيروستاتيك وماش بكتيرسايدال، وعشان كده ما ننصحش فيها زي ما قلنا في الناس اللي عندهم اميونو كومبرومايزد بيشنتس، اللي لازم عندهم مشكله المناعه، لازم تستخدم بنجاح بشكل كويس في علاج الانك. الدوزج والفورم، اثروميسين بنحصله على شكل تابلت 200 ملي جرام، وكبسولات 250 وهذا اكثر انتشارا 500 ملي جرام، ونحصله برضه على شكل سسبنجن 125 200 250 400 ملغ. في الاطفال والرضع اقل من 12 سنه 30 الى 50 ملغ كل كيلوغرام في اليوم. وزي ما قال ركزوا، احنا ما نشحن حساب القرعه هذه، نبعثها في اليوم ونقسمها في 2 4 دوزز. كيف يعني؟ يعني طفل عمره 20 او وزنه 20 كيلوغرام، ماكسيمم دوز حقه 50، يعني 1000 ملغ، ما اعطيهاش مره واحده، اقسمها يا 500 مثلا مرتين في اليوم، او مثلا اربع مرات 250 اربع مرات في اليوم زي ما انتم شايفين هنا. فعشان نفهم ايش معنات الكلام اللي نقول عليه لما نقول لك كل مليغرام مليغرام كل كيلوغرام في اليوم، يعني مش قرعه واحده، لا تقسم وفقا للعلاج وفقا للهاف لايف اوف ذا هاف لايف اوف ذا دوز. تمام، يعني 500 ملغ متعطى مرتين في اليوم مثلا، اوكي، فهي تعطى مثلا بحيث انه ينقص الى 150 ملغ خلال 12 ساعه. لكن لما اعطيه 150 ملغ فهو ينقص خلال الى 125 خلال 6 ساعات. اذا لازم ارجع لايش؟ القرعه من جديد عشان نحافظ على تركيز عالي للدواء. في الادلت والتشلدرن اكثر من 12 سنه فاحنا ناخذ 250 الى 500 ملغ كل 6 ل 12 ساعه. الكبسولات ديليد ريليز انتريك كوتد تابلتس، طبعا هذه كبيز من 250 الى 500 ملغ، وسسبنشن الاورال من 125 ملغ او 225 ملغ لكل 5 ملي، موجود في السوق على اسماء زي ارثروسان اثرو او ايرومايسين، موجود في السوق بهذه الاسماء. السايد افكتس تبعه اللي هي نفسها، يمكن احيانا طبعا الجي اي تي ديس اوردرز هذه بالدرجه الاولى، وطبعا الهايبر سنسيتيف هي رير، وعشان كذا هو من البدائل الموجوده للبنسلين. ممكن يعمل ليفر دامج وجوندس اذا استخدم لاكثر من 10 ايام. عشان كذا كنا نقول كل واحد استخدم القرعه اللي هي الصحيحه، لازم تستخدم القرعه الصحيحه وما يعديش القرعه وما يعديش الفتره الصحيحه، لانه ممكن تعمل مشاكل، هي محسوبه كذا. كبريكوشنز وارنينجز طبعا لازم نستخدمه بحذر مع الناس اللي عندهم مشاكل الهيباتيك، ونتفادى استخدام الارثوميسين في الرضع الصغار جدا نيونيتس، بالذات بعض التركيبات تحتوي على اشياء زي البنزين والكحول، واللي ممكن يعمل لي توكسيستي نيونيتس، وكمان يؤخذ مع الطعام عشان ما يعمليش جاستريك ابسيت. الازيثروميسين من الادويه اللي يحبوها الناس جدا. ليش؟ الدواء هذا لونج اكتنج، وعشان كذا يعطى حبه في اليوم وتركيزه سريع، وعشان كذا تحصله حبه ثلاث مرات في اليوم، مثلا لو هو 500 ملغ يعطى حبه ثلاث مرات في اليوم، كل يوم حبه ثلاث ايام الراجل مرتاح، واخذ حبه في اليوم ما يتعبوش في الاخذ. او ممكن يجي على شكل 250 ملغ، وهذا مثلا يعطى مثلا حبتين حبتين حبتين. او بعض الناس يبداوا يقول لك في بعمل لك اول شيء انيشال دوز
اللي هي 500 جرام ملي جرام اليوم الاول، وبعدين 250 250 250 لثلاث ايام اخرى لمده 4 ايام. فكل واحده تكتبها بطريقه، لكن كلها تؤدي لنفس الكلام. متوفره على شكل تابلت 200 ملي جرام، وكمان كبسولات 250 و500 وهذا اكثر انتشارا. موجود على شكل سسبنجن 100 و125 و200 و250 ملي جرام. طبعا اتكلم الان بشكل عام، ممكن راح انت في بلدك تحصل هذا ما تحصلش هذا، يمكن تحصل جرعات 100 و100 و200 وما تحصلش 250. فساتكلم بعد بحث شامل عن كل الاشكال الموجوده، لقيت ان الاشكال موجوده في اكثر من مكان وصنعت بهذه التشكيله. الاطفال تحت 6 اشهر 10 ملي جرام لكل كيلوغرام، يعني تحصلوا وزنه 5 كيلو فيكون جرعته 50 ملي جرام فقط بالكثير مثلا، فيعطى جزء بسيط جدا اذا كان شراب. لانه مثلا تحصل مثلا لما تتكلم عن سسبنشن، فانت تتكلم انه ال 100 ملي جرام هذه لكل 5 ملي، طيب هذا 10 ملي جرام لكل 7 كيلو جرام، يعني 50 50 اذا وزنه 5 كيلو نقول 50. اذا انا ما بعطوش مثلا ال 100 ملي ال 5 ملي اللي هي، لا بعطيه مثلا اللي هي 2 ملي ونص اللي هي 5 ملي جرام، تحسب بهذه الطريقه تمام. وزي ما قلنا في البدايه 10 ملي جرام في البدايه اللي هي زي ما قلنا انيشال دوز اللي هي في البدايه، وبعدين في ناس يستخدموها كذا يخففوا الجرعه الى 5 ملي جرام كل كيلو جرام بعد 4 ايام. طبعا يفضل انه يعطى ساعة قبل الأكل وساعتين بعد الأكل، نفس فكرة التسايكلين. أقصى جرعة يعني للأطفال إنك تعطيهم 150 ملغ أقصى شيء. بالنسبة للأدروسنتس والأكبر من 16 سنة فهي 500 ملغ، زي ما قلنا أول يوم ممكن تعطيها بهذا الشكل، بعدين 250 لأربعة أيام، أو إنك تعطيها 500 ملغ كل يوم بهذه الطريقة. موجود بقى تحت أكثر من اسم، زيترو ماكس، أزيترو، زيترو، أزرو، زيباك، زيتروكس، أكثر من اسم موجود. هذه كلها موجودة وفقا للشركات اللي موجودة في البلد. كلوثروميسين برضو من الأدوية اللي كويسة جدا، وموجود على شكل تابلت 250 500 ملغ، أو سسبنشن 125 250 ملغ. الأطفال أكثر من شهر طبعا يعطى 15 ملغ كل كيلوغرام للجسم، وقد شرحنا كيف تحسب هذه الطريقة. الادلت طبعا يعطى، طبعا اقصى جرعه تعطى اقصى 500 ملغ مش اكثر من كذا وفقا للوزن. الادلت من 250 الى 500 ملغ كل 12 ساعه تمام، يعني ممكن اعطيه 500 كل 12 ساعه حب الصباح وحب المساء، او 250 وفقا للانفكشن، او 1000 ملغ انه تعطى 500 الصباح او مره واحده مع بعض لسبعة 14 يوم. طبعا برضه موجود على شكل بايكسين، كلاسيد، كلارسيد، كلاميسين، هذه كلها اسماء تجاريه موجوده. الاخير والرابع هو الروكسيثروميسين، هذا طبعا موجود عندنا باسم روكسي، احنا عندنا في اليمن لقيناه في اسم روكسي، وهذا طبعا تركيزه او حق الجرعه زيه زي التريسايكلين، عفوا الكلندامايسين، نحصله 150 الى 300 ملغ. وهذا برضه من الاشياء اللي يحبوها الناس لانها تعطى لمره واحده في اليوم، جرعه مره واحده في اليوم فقط، فمن الحاجات اللي يحبوها، يعني تعطي لي في اسبوع في كم، فيعني بس استخدامه مش منتشر زي الازرو مثلا ولا الكلندامايسين. الأزيثروميسين أقل، يعني حتى أنا أتكلم عن السوق اليمنية ما نلاقوش بشكل كبير زي باقي الأنواع. طبعا موجود بشكل روكسي اللي هو قلنا عليه قبل شوية، أو روكسي أو الاسم العلمي نفسه، أو يكون موجود أو اسم روليد، هذه طبعا شركات موجودة وموفرة بهذه الأسماء. الاسباراميسين، وهنا نجي على علاج برضه من الأدوية المهمة جدا جدا، وهذه من الأدوية اللي هي أصلا بعدين طبعا انتشرت بشكل كبير جدا، وبالذات ككومبينيشن مع الميتروندازول، الدواء الشهير سبيرازول او سبيراجيل او دينتازول او ايا كان اسمه او دينتاجين، هذا طبعا هو مكروليد، وبرضه هذا العلاج هذا طبعا من ميزات كويسه جدا انه تركيزه عالي في السلايفا، وهذا يهمنا، سيف نان توكسيك، اثر الجانبي اقل ما يمكن. طبعا برضه من الاشياء اللي يفضل انها تاخذ على معده فاضيه، رغم انه طبعا في يعني لما ياخذ كسبيرازول الناس يفضلوا على معده اكل، لكن سبيرازول وحده يفضل على معده فاضيه. موجود هذه التركيزات تبعه، هذه تركيزات عاليه جدا، نحصله بشكل مليون ونص و300 3 مليون اي انترناشونال يونت، وكمان يعني هذا بالنسبه للمليون ونص هو يساوي تقريبا 500 ملي جرام، 3 مليون تساوي 1000 ملي جرام تقريبا، هذه تحسب بهذه الطريقه. يعطى اما اي في طبعا او اورال، وتحصل الاسماء التجاريه هي روفاميسين
والسبايراميسين، وكمان اللي هو سبايرا، هذه الاسماء اللي حصلها في شركات تجاريه. طبعا في كثير غيرها، ملايين، عفوا مش ملايين، يعني مئات الاصناف اللي تلاقيها بنفس الصنف، لكن راح نتكلم عن الاشياء اللي هي نشوفها قدامنا، واللي هي احيانا اما عن طريق البحث او عن طريق المشاهده المباشره. طيب الدوز للديتال انفكشن زي ما قلنا 3 مليون اي يو اللي هي تساوي 1000 ملغ، يعطى عاده بطريقه زي كذا، اما حبتين حبتين، طبعا الدواء اليومية احنا نتكلم الان تمام انترناشونال يونت، اما تحط حبتين الصباح يعني مع بعض 750، هي في معنى من 750 منها جرعه، والورثه تكتبها هناك، لكن هي 750 يعني مع بعض، يعني 750 مليون ونص الصباح ومليون ونص المساء، او يعطى حبه مليون ونص قرص واحد صباح قرص المساء، او تعطى قرص ابو 3 مليون مره واحده في الصباح فقط، وهذا يكون كافي. الاطفال برضه 75 الف انترناشونال يونت بكل كيلوغرام، يعني واحد وزنه 20 كيلو بيكون مليون ونص، فبرضه تقسم بنفس الطريقه مثلا 750 الصباح و750 المساء، نصف زي ما قلنا غالبا قرعه الطفل المتوسط تكون نصف قرعه الكبير، ولما يكون في انجكشن فهو تعطى مليون ونص اي في سلولي على مدى 8 ساعات، كل 8 ساعات مره. يعني نيجي هنا للدواء اللي هو اشهر دواء، اللي هو الدواء الاشهر واللي استخدم بشكل كبير، هذه نيجي للدواء الاشهر، واللي انا اتكلم عن اليمن، يعني اتكلم عن وضعنا في اليمن، اللي هو الدواء اللي يعتبر انتشر بشكل كبير جدا، وسمي حتى انه انتي بيوتيك الخاص بطب الاسنان. الدواء هذا انا اول ما عرفته عرفته اول ما تخرجت في 2002، طبعا احنا من ايام حروب حروب الاساطير القديمه، 20 او 22 او 21 سنه متخرجنا. ف احنا اول ما طبعا طلاب بدات في السنوات، وعلى الجامعات فاتحه وكليه طب اسنان فاتحه، وما فيش اسئله كثير، وما فيش مراجع، وما فيش يوتيوب، ما فيش ما فيش ما فيش، يكون الواحد محصور ومصادره محدوده ومعلوماته قليله جدا، مش زي الحين الحمد لله الامور مفتوحه واصبح التطور كبير جدا. فاحنا يعني خرجنا يلا حفظنا علاجين، يلا امكسيسيلين، يلا متندازول، وكانت ذلك المره احنا فاتحين على تقريبا اربع كليات بدات، كانت في اليمن اللي هي العلوم التكنولوجيا، اللي هي كانت اول كليه فتحت في اليمن طب اسنان في عام تقريبا 94، واول دفعه او 95، اول دفعه تخرجت منها في 2000، واحنا بعدها في 2002 في ضمار وصنعاء وعدن. المهم فكنا يعني محدودين، فكان الشركه هذه اول ما ظهرت بدات، هذه الشركه انا جبت صوره من هذه الشركه كانت اللي هي حق الفرعونيه المصريه، فعرفوا من اين تؤكل الكتف. هو عارف انه قدامه فوق من اطباء الاسنان في طوفان، مش طوفان نحن، طوفان الان ما شاء الله الان الاف يوميا سنويا، لكن كان في عدد بدا يظهر من اطباء الاسنان من بعض الكليات، وعارف برضه انهم ما كانوش 100%، فكانوا ضربوا على الوتر الحساس، فكان يوصل لعندك يدخل يقول لك على طول، شوف يا دكتور احنا الان صنعنا لك الانتي بيوتيك اللي خاص باطباء الاسنان، وهذه الجمله السحريه. تخيل انت عادك تخبط، عادك تتعلق بقشه، تدور اي شيء، يعني يلا حاط علاجين امكسيسيلين وتندازول ويلا بالعافيه ويلا، وتجي يقول لك واحد هذا خاص باطباء الاسنان، ويزيد يجيب لك كلمه الحلوين، يقول لك يا دكتور زي ما انت عارف انه السبايرازول يتكون من سبايرامايسين اللي هو جرام شغال على جرام بوزيتيف بكتيريا، وجزء من جرام نيجاتيف، والميتندازول اللي هو شغال على البكتيريا الهوائيه، وزي ما انت عارف انه اقرب العدوى المفهوم هي البكتيريا الهوائيه. طبعا انت وقتها انتش عارف، يعني عندك طالع على قدك، بس انت لازم تعمل لك شويه شو قدام. ايوه ايوه صح، انا عارف صح، ايوه ايوه كلامك صحيح، ايوه كلامك صحيح. ففعلا سيطروا على سوق طب الاسنان تماما، وللامانه ظل لفتره طويله ولحد الان لا زال الخيار الاول كثير من الطلاب من الاطباء هو السبيرازول، وهذا طبعا بشكل منتشر، يمكن قل شويه الفتره هذه وبدات نقلت الريسيستنس، بدات الريسيستنس وقل تاثيره. السؤال هنا، هل هذا الدواء يستحق هذه السمعه؟ وهل يستحق، طبعا احنا ما نطبش لحد، بس احنا نتكلم عن الحقائق الان، ولا انا لا يهمنا ولا اعرف منهم هذا ولا عمرهم عارفين انه الكلام هذا عمري ما اخطر فيه، لكن هل هو يستحق فعلا ولا لا؟ هو يستحق فعلا، ليش يا دكتور؟ لانه زي ما قلنا كومباينيشنز ما بين السبايرامايسين، وتكلمنا عن خواصه قبل شويه، وقلنا انه سيف ونون توكسيك، وانه تركيزه عالي في السلايفا، وانه
يغطي مجموعه كبيره من الرد جرام بوزيتيف وجزء من النيجاتيف، وكمان مثل الدازول اللي قلنا انه خاص بالبكتيريا، اذا هذا علاج عنده مواصفات قويه جدا، مغطي جزء كبير من البكتيريا، فعشان كذا فعلا كان ولا زال فعال جدا، ولو انه قلت فعالته نوعا ما في الفتره الاخيره، موجود على اسماء كثيره، سبايرازول، سباراجيل، رودوجيل، دنتاجيل، دندازول، اسماء كثيره جدا موجود في هذا العلاج. اذا مع هذا الطبيب المبتسم وابتسامه من القلب الى القلب ننهي، طبعا لازال ماسك الابره الابره الحريفه تبعنا تبع شوفونا كده، والله انه شوفونا كده. مع هذه الشريحه احنا ننهي المحاضره هذه، ان شاء الله نكون قد وفقنا في تقديم الفائده والاضافه والافاده ان شاء الله. نلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله في المحاضره الاخيره للانتيبيوتكس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.